متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أيام قليلة قدمنا لكم في فيديو سابق قائمة ميد سبورت لأنجح 10 صفقات تمت بالصيف الماضي حتى الآن، وكان من بينها خميس رودريغيز، بن تشيلويل، أشرف حكيمي ولويس سواريز. واليوم جاء الدور على أسوأ الصفقات، حيث فشل العديد من اللاعبين ممن كلفوا أنديتهم الجديدة في الصيف الماضي مبالغ ضخمة في تقديم الإضافة المرجوة لأسباب مختلفة، سواء لتراجع مستوى هؤلاء اللاعبين وعدم تكيفهم مع الأجواء الجديدة، أو لتعرضهم لإصابات أبعدتهم عن الميادين. لذا استعدوا لكي تتعرفوا معنا في هذا الفيديو على قائمة ميد سبورت لأسوأ 10 صفقات تمت بالصيف الماضي حتى توقيت نشر هذا الفيديو. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. ويليان. في صفقة انتقال حر وبناء على طلب المدرب مايكل أرتيتا، انتقل الجناح البرازيلي إلى أرسنال بعد نهاية عقده مع ناديه السابق تشيلسي. وبصفوف الجانرز نجح صاحب 32 عاما في حجز مركز أساسي، لكنه لم يقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن، حيث ظهر بعيدا عن مستواه واكتفى بصناعة 3 أهداف فقط خلال 18 مباراة، بينما لم يسجل أي هدف، كما تم استبداله في معظم المباريات التي شارك بها أساسيا في البريمير ليج باستثناء 3 مباريات. والمثير أيضا أن ويليان لم يسدد سوى مرتين فقط على مرمى المنافسين في المسابقة. أليكسيس سانشيز. بعد أن لعب بصفوف إنتر ميلان كمعار من مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي، نجح النادي الإيطالي في الحصول على خدمات النجم التشيلي بشكل نهائي في صفقة مجانية، رغم أن عقده كان ممتدا مع الشياطين الحمر حتى صيف 2022، وذلك استغلالا لرغبة النادي الإنجليزي في التخلص من عبء راتبه الضخم. كما تم الاتفاق أن يتقاضى سانشيز راتبا سنويا قيمته 7 ملايين يورو، إلا أن اللاعب لم يقدم حتى الآن ما يوازي ذلك الرقم، حيث عانى من إصابتين مختلفتين ولم يستطع تثبيت أقدامه بشكل المطلوب في تشكيلة الأفاعي، ليكتفي بالظهور مع الفريق حتى الآن في 15 مباراة، شارك أساسيا في 8 منها وسجل هدفين وصنع 3. جارث بيل. 4 مباريات وهدف واحد فقط هي محصلة النجم بيل الويلزي في البريمير ليج مع توتنهام حتى الآن. بيل التحق في الصيف الماضي بصفوف سبيرز على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من دكة بدلاء ريال مدريد، وحينها توقع كثيرون وحتى اللاعب نفسه أن يستعيد ذكريات تألقه مع ناديه السابق، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث واصل اللاعب مسلسل الإصابات الذي صاحبه في سانتياغو برنابيو، وفي أوقات تعافيه لم ينجح في اكتساب ثقة مورينيو للتواجد أساسيا في تشكيلة الفريق بالبريمير ليج، واكتفى بالظهور بشكل منتظم في مباريات الدوري الأوروبي. صاحب 31 عاما شارك حتى الآن إجمالا في 12 مباراة سجل بها 3 أهداف، أحدهم بالبريمير ليج، لكنه في المقابل غاب عن 9 مباريات بسبب الإصابة ولم يلعب أي دقيقة في 4 مباريات. ناثان أكي. لتعزيز خط دفاع مانشستر سيتي، طلب بيب غوارديولا التعاقد مع المدافع الهولندي لتتم صفقة انتقاله مقابل 40 مليون يورو قادما من بورنموث، واعتقد البعض أن صاحب 25 عاما سيحظى بأدوار كبيرة في تشكيلة الفيلسوف الإسباني بعد معاناة سكاي بلو على مستوى خط الدفاع بالموسم الماضي. وبالفعل لعب أكي أساسيا في بداية الموسم، لكن بمجرد وصول روبن دياز تحول اللاعب إلى مقاعد البدلاء، وبدأ غوارديولا بالاعتماد تدريجيا على ثنائية دياز وستونز بشكل دائم. أما أكي فظهر حتى الآن في 9 مباريات فقط ولم يلعب أي دقيقة في 4 مباريات، كما خرج من القائمة في 6 مرات وغاب بسبب الإصابة في 3 مباريات أخرى. رودريغو مورينو. مقابل 30 مليون يورو و10 ملايين كمتغيرات، انتقل المهاجم الإسباني من فالنسيا إلى ليدز يونايتد في صفقة هي الأغلى في تاريخ الأخير، إلا أن مردود صاحب 29 عاما كان ضعيفا منذ بداية الموسم، حيث ابتعد بشكل كبير عن مستواه المعروف ولم يقدم الإضافة المنتظرة في خط هجوم الفريق. بعد أن شارك في 18 مباراة حتى الآن سجل خلالها 3 أهداف فقط ولم يصنع أي هدف، وبلا شك هي أرقام مخيبة لمسؤولي ليدز، بالأخص إذا ارتبطت باسم اللاعب الأغلى في تاريخ النادي. دوني فان دي بيك.
لاعب الوسط الهولندي وصل إلى أولد ترافورد ليرتدي قميص مانشستر يونايتد مقابل 39 مليون يورو بالإضافة ل 5 ملايين كمتغيرات، وهناك وجد اللاعب واقعا مغايرا تماما لما تمناه قبل قدومه. فالنرويجي أولي سولسكاير يفضل الاعتماد على المتألق برونو فرنانديز في مركز صانع الألعاب مع إشراك الرباعي فريد، بوغبا، ماكتوميناي وماتيتش بالتناوب في خط الوسط المتأخر. أما فان دي بيك فأصبح حبيسا لدكة البدلاء ولم يخض سوى مبارتين فقط كأساسي في البريمير ليج حتى الآن، حيث ظهر في 8 مباريات كلها كبديل، كما لم يلعب أي دقيقة في 7 مباريات، بينما أتيحت له فرص اللعب بشكل أكبر بعض الشيء في باقي البطولات عندما يتطلب الأمر إراحة بعض اللاعبين. وحاليا ظهر صاحب 23 عاما إجمالا في 21 مباراة أحرز بها هدفا وحيدا وصنع مثله. ماورو إيكاردي، المهاجم الأرجنتيني، بصم على مستويات جيدة بالموسم الماضي الذي لعب خلاله كمعارم من إنتر ميلان لباريس سان جيرمان، ما دفع الأخير لشراء عقده بشكل نهائي في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو. وبينما انتظر الباريسيون أن يواصل صاحب 27 عاما تألقه وصناعة الفارق، خالف إيكاردي كل التوقعات ولم يخض سوى 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم وحتى مطلع شهر يناير الحالي، سجل خلالها هدفين، والسبب أنه كان أحد ضحايا الجائحة الحالية في بداية الموسم. ومع تعافيه وعودته للعب لم يلبث أن تعرض لإصابة قوية في نوفمبر الماضي عانى طويلا بسببها قبل التعافي مؤخرا، ليشارك كبديل في مباراة سان جيرمان الأخيرة أمام بريست والتي نجح خلالها في تسجيل هدف. فيكتور أوسيمين، بعد مفاوضات دامت طويلا نجح نابولي في ضم المهاجم النيجيري مقابل 70 مليون يورو، وهي القيمة التي من الممكن أن ترتفع إلى 80 مليون يورو بإضافة بعض المتغيرات، ليصبح أوسيمين بذلك هو أغلى لاعب في تاريخ نابولي. وبقميص الأخير لم يقدم صاحب 22 عاما الصورة المنتظرة والتي تعكس مبلغ انتقاله الضخم، حيث خاض 8 مباريات في بداية الموسم سجل خلالها هدفين فقط قبل أن يتعرض لإصابة بعد ذلك بخلع في الكتف غاب على إثرها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي. وبينما كان في مرحلة التعافي من تلك الإصابة وقع في بداية العام الحالي ضحية للجائحة الحالية ولازال يعاني تحت وطأتها حتى الآن. ميرالين بيانيتش، في صفقة تبادلية بتفاصيل مالية خاصة انتقل البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس، بينما انضم ميرالين بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو بالإضافة ل 5 ملايين أخرى كمتغيرات. لكن يبدو أن تواجد النجم البوسني في كامب نو لم يعجب المدرب رونالد كومان باعتبار أن الصفقة تمت رسميا قبل توليه مهمة تدريب البارسا، حيث قرر كومان الاعتماد على بوسكيتس وديونغ في خط وسط الفريق في وقت يتواجد فيه بيانيتش على دكة البدلاء، وحتى في أوقات اللعب التي أتيحت له ظهر بعيدا عن أدائه المعهود. ويكفي أن تعلم أن بيانيتش بدأ 3 مباريات فقط كأساسي في الليغا ولعب كبديل في 9، بينما لم يخض أي دقيقة في 6 مباريات، لكنه في المقابل لعب أساسيا في جميع مباريات البارسا بدوري أبطال أوروبا، وفي جميع مشاركاته حتى الآن لم يسجل أو يصنع أي هدف. كاي هافيرتس، أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي رفقة الحارس كيبا، لا يقدم الكثير مع الفريق هذا الموسم. هافيرتس انتقل إلى البلوز قادما من باير ليفركوزن مقابل 80 مليون يورو، لكنه لم يقدم أوراق اعتماده بعد لجماهير تشيلسي، حيث ظهر فاقدا للثقة في بداية الموسم ثم ابتعد عن اللعب لبعض الوقت بسبب الجائحة الحالية. ومع تعافيه لاحقا فشل في الظهور بنفس مستواه السابق مع ليفركوزن، وحتى الآن شارك اللاعب في 15 مباراة بالبريمير ليج أحرز خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 من أصل 5 أهداف و6 أسيست بكل البطولات، وهي أرقام محبطة لمسؤولي البلوز والمدرب لامبارد مقارنة بمبلغ انتقاله الضخم وحجم التطلعات التي صاحبت قدومه، كما أنها لا تعكس قدراته وتألقه المبهر بالموسم الماضي الذي سجل خلاله 18 هدفا وصنع 9 بقميص ليفركوزن. في ختام هذا التقرير الخاص، وبما أننا لازلنا في منتصف الموسم تقريبا، أي من هؤلاء اللاعبين تعتقد أن بإمكانه استعادة مستواه في قادم الأيام وتدارك ما فاته لإثبات أن مسؤولي ناديه لم يخطئوا عندما قرروا دفع مبلغ ضخم لأجل التعاقد معه؟
إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.